مشيتي هذيك الثقه اش بغيتي عاوتاني مسينا على الله عليا فلوس دابا راني باغي نلعب واحد الكوطيه راه كاينين شي ماتشات هاد النهار حط لي فلوس دابا ما عجبك حال معايا هاد النهار حشوم عليك يا هاد الراجل واه كل نهار في هاد الحاله نوض تخدم على راسك وخليني نقابل هاد الوليدات وقلت لك حط لي فلوس دابا ولا ما عجبك حال ما بغيتيش تحطها نشري لك بهاد القرعه هادي السلام عليكم ماما انا جيت لا بنتي بابا اتصل هاد النهار لا بنتي ما اتصلش هادي مده من نهار اللي مشاو خلانا علاش خاصك بنتي شي حاجه اها ماما انا بوحدي الباقي كاع ما جبتو في القسم شنو هو بنتي ديكسيونير هادي سيمانه الاستاذه كتقول لنا جيبو كنواعدك يا بنتي غير نخدم نشريه لك خاصني ندير لي دوفوار اليوم واخا سيري الله ينجحك السلام عليكم جيتي قمص جيك في الراس تغسل عليا حالتك وجمع الكوزينه راه مرونه واخا خالص شوف فيها انت تلحق عليها متهنى منك الله يخليك بالخلا شوف عليك يا المراه ديري بحال ولدك راه بزاف هادشي خرجوا عليا شوف فين دير شي خيريه ولا شوف فين دي انا بعدا بقيت كنستحملو حتى حنا كاملين في الهوا سوا والدنيا دايزه والله ما كول ولعب ونشط ولي ليها ليها هادي واحد 100 درهم ولا قالت لك ماماك فين جبتي جبتيها ولا القيشه طايحه وغدا اجمع عندي مع القيشه شنو اللي كيفاش تدير معايا غائبه سعيد بيوض غائب ادم سروالي غائب ثلاث ايام ما بانوش سد واخا نتكلم بس جايه من المدرسه شفتهم غاديين مع واحد سميتو بيدرا واحد قبيع عندنا في الدار هلا كل حال خصنا نعلمو الإدارة باش يتصرفو بأبرياء أمور خالتي عفاك تعاوني مع ياسين عندي هاد كلينيك ميما أستاذة شكون اللي كتجي أنا اللي تبعت رفاقة الخيبوش ردتكم المهم مش ماشي ديالكم راه ايوا راه خدمت انت للاسف تلميذ سعيد مازال مختفي صاحب المكان ديالو يومين وجا الدار خير ان شاء الله